السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف ننتقل في الدرس الثاني وهو خطوط الطول ودوائر العرض للصف الخامس المنهج الجديد. عندنا نتعلم في هذا الدرس تمييز بين خطوط الطول ودوائر العرض وأهميتها، وأيضا كذلك طريقة حساب فارق التوقيت بين المناطق باستخدام خطوط الطول. عندنا هنا مفهوم خطوط الطول ودوائر العرض. شبكة خطوط الطول ودوائر العرض المرسومة هي خطوط الطول ودوائر وهمية ليست موجودة في الحقيقة. هذه الخطوط ليست موجودة في الحقيقة. لماذا وضعها العلماء الجغرافيون هنا؟ لمساعدتهم في تحديد المواقع بدقة على سطح الأرض. عندنا هنا في هذا السؤال تمتد خطوط الطول من القطب ماذا؟ الشمالي إلى القطب الجنوبي، إلى القطب الجنوبي من الكرة الأرضية. أما بالنسبة لدوائر العرض من جهة الشرق إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب من الكرة الأرضية. الآن هنا حلل وأستنتج. انظر إلى الشكلين ألف والشكل باء، خطوط الطول. ما المقصود بخطوط الطول؟ طبعا خطوط الطول هي خطوط وهمية، هي خطوط وهمية نصف دائرة عددها 360 خطا. أما بالنسبة لدوائر العرض أيضا هنا نقول هي دوائر وهمية عددها 180 خطا. الآن ننتقل إلى خصائص خطوط الطول ودوائر العرض. هنا الخصائص تمييز خطوط الطول ودوائر العرض. هذه الخصائص حفظ، رقم واحد أنصاف دوائر وهمية تلتقي عند قطبين، رقم اثنين الخط الرئيسي يسمى خط غرينتش ودرجة حرارة الصفر، رقم ثلاثة عددها 360 خطا منها 180 خطا شرق الخط غرينتش و180 خطا غرب خط غرينتش. أما بالنسبة لخصائص دوائر العرض، رقم واحد هي دوائر مكتملة تحيط بالكرة الأرضية، رقم اثنين هي دوائر رئيسية تسمى دائرة الاستواء، رقم ثلاثة عددها 180 دائرة منها 90 دائرة شمال دائرة الاستواء و90 دائرة جنوب دائرة الاستواء. الآن ننتقل إلى هنا، الاستعانة بمصادر التعلم المختلفة. ابحث عن سبب تسمية خط الطول الرئيسي بخط غرينتش. هنا هو خط الطول يمر على أو في لندن. كذلك عندنا هنا أهمية خطوط الطول ودوائر العرض. رقم واحد تحديد المواقع شرق خط غرينتش وغرب على سطح الأرض، رقم اثنين تحديد التوقيت الزمني في دوائر العالم. الآن ننتقل إلى معلومات تهمنا. رقم واحد هنا
رقم 1، يتقدم التوقيت الزمني في المناطق التي تقع شرق خط غرينتش. رقم 2، الفرق في التوقيت الزمني بين كل خط طول والذي يليه 4 دقائق، حيث أن 15 خطا تمثل ساعة واحدة، ف15 ضرب 4 60 دقيقة. طبعا هم هنا أعطونا أمثلة للتطبيق، نحن نقوم بحل الأسئلة. نقوم بحل الأسئلة بعد ذلك. قبل أن نقوم بحل الأسئلة، هنا عندنا نحدد الغرب والشرق. أين الغرب وأين الشرق؟ هنا نكتب الشرق وهنا نكتب الغرب. قطب الجنوبي والقطب الشمالي، هنا نكتب قطب شمالي وهنا قطب جنوبي. أما بالنسبة لخط غرينتش طبعا ودوائر الاستواء، هذا هو خط غرينتش ودوائر الاستواء تكون بهذه الطريقة. الآن ننتقل إلى حل هذا السؤال. عندنا هنا إذا كانت الساعة 6 صباحا في مدينة غرينتش، فكم الساعة في مدينة مسقط الواقعة على خط 60 شرق خط غرينتش في مدينة برازيليا الواقعة على خط 45 خط غرينتش؟ فعندنا في البداية نسوي 60 ضرب 4 يعطينا 240 دقيقة. بعد ذلك 240 دقيقة، 240 تقسيم 60 يساوي 4، ف6 زائد 4 يساوي 10 صباحا. وكذلك عندنا هنا، طبعا هنا بالساعات، هنا بالساعات. أما بالنسبة لمدينة برازيليا، 45 ضرب 4 يعطينا 180، و180 طبعا هنا دقيقة، 180 تقسيم 60 يساوي 3 ساعات، أي أن 6 ناقص 3 يساوي 3 صباحا، يساوي 3 صباحا. هذه هي الإجابات في هذه الصفحة. الآن ننتقل إلى السؤال الذي يليه، تأمل وأجب. حدد امتداد المناطق الحارة. ما هو امتداد مناطق الحارة؟ نكتب هنا من مدار السرطان حتى مدار الجدي، حتى مدار الجدي. الآن نكتب أمثلة على المناطق الباردة. المناطق الباردة عندنا روسيا وكذلك ألاسكا وأيضا جرينلاند. أما بالنسبة للمناطق المعتدلة، عندنا الصين وإيطاليا وتركيا. أما بالنسبة للمناطق الحارة، عندنا اليمن ونيجيريا وسلطنة عمان. هذه هي الإجابات في هذا الجدول. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس.